اللي حضروا معنا في هذا اللقاء. وباش ما نطولش عليكم نخليوا الكلمة السيدة كريمة أحد أعضاء البارزين مجموعة رفع كرم وإحسان، تاليها كذلك كلمة الأستاذة فجراوي اللي كرمتنا بالحضور ديالها اليوم، اللي كنتمناو تعطينا شي قصيدة من الديوان ديالها. شكرا مشكورة على واخا جاتنا شوية معطلة ماشي مشكل. نخليو الكلمة الأخت كريمة اللي تعطي كلمة بهذه المناسبة وشكرا. السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا، ومرحبا بكل الفيسبوكيين اللي جاوا معنا وكل الفاعلين الجمعويين، مرحبا بكم. كنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. عندي كلمة صغيرة ان شاء الله نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اخوة الاعزاء والكرام والحضور الكريم وميماتنا والاباء ديالنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أعماق القلوب نوجه كلمة شكر مشفوعة بالامتنان والتقدير إلى كل الخيرين الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء إسعادا للفقراء والمساكين والأيتام، بل لكل الخيرات التي تحققت أو التي في طريقها إلى أن تصبح واقعا. نقول لكم لكل من ساهم وقدم وأعطى يبشرون ثمار أعمالهم أجورا عند بارئكم وصحة في أجسادكم وبركة في أولادكم وأرزاقكم وطمأنينة في أنفسكم عفوا، فلا تترددوا في بذل الخير والتجارة مع الله. هناك نوع من السعادة تصيبك حال ارتباط سعادة وفرحة للآخرين، فاحرص على أن تكون مركز ومحور هذا الارتباط. لقاء سعيدة بهذا التواصل، تحية خاصة لمجموعة الكرم والإحسان، تحية خاصة لدار العجزة ودار المسنين، تحية خاصة لكل الحضور الكريم أمهات وآباء، ونتمنى أنكم تقضيوا واحد اللحظات ممتعة، لحظات شيقة في هذا الحفل البهيج. صالة وردة في جنان زاهية، زهرة بين ورود باهية، الأيام اللي مشات وهذه اللي جاية، عروسة وتاج لمدونة. بغيتك يا فضالة، بغيتك يا فضالة، قمرة نجمة ضاوية في السماء عالية، قيمتها مكانتها عالية، قصيدة في كلام وزون. بغيتك يا فضالة، بغيتك يا فضالة، شجرة أوراقها خضرة، زينة تسقي النظرة، غلتها كنز في أعماقي مدفون. وبغيتك يا فضالة، بغيتك يا فضالة، وادي غني بالماء الصافي، يسقي الأرض بالمحنة، دافي يدفي نار العوافي والمحبة بابي أشكون. بغيتك يا فضالة، نسمة شافي المريض، بسمع كيف نهار العيد، وخير ديما لقدام يزيد، واللي زارك يبقى بحبك مفتون. تبارك الله على ولاد الدار البيضاء ولاد الحازة العاصمة الاقتصادية. عضوة من مجموعة الكرم والإحسان، بمناسبة عيد العرش المجيد قررت مجموعة الكرم والإحسان أن تقوم بوجبة غذائية مرفوقة بحفل شاي تتخلله أنشطة موسيقية من أجل إدخال الفرحة والسرور لأمهاتنا وأبائنا داخل المؤسسة دار المسنين بالمحمدية. ونتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم سواء من بعيد أو قريب في إنجاح هذه الأمسية. وبهذه المناسبة نقدم التهاني والتبريكات لجلالة الملك نصره الله والأسرة العلوية الشريفة. What's up?
السلام عليكم. كنشكر جميع الحضور وجميع الناس اللي داروا المبادره. واول شيء كنبغي نشكر الله سبحانه وتعالى لحقاش طال واحد الام اللي ضحاش معايا. ثانيا كنبغي نشكر مدير دار الاطفال صالح جردوح على الاعمال اللي قام معايا بها، اللي كان ماشي بديل الاب ديالي، اللي اي طفل كينشم في دار اي شيء اللي كيبقى معاه وكيسهر معاه. وكنبغي نشكر جميع الاطر اللي كانوا واقفين معايا تما، وكنشكر كاع الاطر اللي كاينين هنا واقفين مع الدار مع الناس المسنين. وكنتمناش كم دائما هاد المبادرات في هاد الناس الكبار اللي كتنسيهم داك الشيء اللي ديالو. وكنشكركم كاملين وشكر لله. الشعب المغربي كيفرح بها فبمناسبة عيد العرش النجمي، هي مناسبة وطنية اللي كنفرحوا بها كاملين. إذا ما فرحناش بها حنا شكون اللي غادي يفرح بها؟ لأن حنا مغاربة. نشكر كذلك الإخوان اللي بذلوا هذا المجهود واللي هذه الالتفاتة الطيبة اللي داروا الأبناء ديالنا في دار الأطفال، لأن عندنا جوج مؤسسات، وحدة في حي الرشيدية وهذا ديال المسلمين، اللي في حي الرشيدية دار الأطفال يعني دار الأيتام في الدرجة الأولى، ممكن اللي ماشي يتيم ولكن في وضعية تشبه اليتيم. هاد الوليدات كانوا في المخيم في السويريه اقليم اسفي، غيرنا اليوم هاد العام لان قلنا الحال سخون بزاف. استضفوا الاخوان سي حسن طلب مني باش يحضروا خمسه ديال الاطفال من دار الاطفال، ولكن ثلاثه اخرين صغار خصني رافقهم لان مورا المخيم التحقوا بالعائلات ديالهم باش ما يتقطعش الرابط العائلي. ما خصوش كان هاد النتائج اللي جبتي هذا كيشرف كاع الوليدات ديال المغرب. ومريم العسري غتقدم لك واحد الهديه متواضعه من روح الكرم والاحسان. تفضل.